تفاصيلها، عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان أو وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الاتصالات والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال والتموين والتخطيط. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى مواصلة الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات المتاحة بمختلف القطاعات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. كما تم تأكيد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المجالات كافة، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.